مرحبا، يعطيكم ألف عافية. أسئلة كتير جتني على الخاص إنه كيف نقدر نحول الكيك العادي لكيك مزين نستعمله بالمناسبات تاعتنا. وطبعاً أنتوا بتعرفوا إنه أنا ما بقدر حدا يطلب مني شغلة وأضلني ساكتة، على طول بفوت على المطبخ وبقلب هيك بالوصفات اللي عندي وبشوف إيش الوصفة المناسبة وبسوي لكم إياها على السريع. عملنا اليوم كيك الزبادي أو اليوغرت أو الياورت أو الروب أو اللبن، له مسميات كتير. شو رايكم تجوا على مطبخي لحتى نتعرف مع بعض كيف عملنا هالوصفة اللذيذة الشهية اللي ممكن نقدمها كيك سادة عادي أو مزينة مثل ما انتم شايفين بفواكه الموسم، مجموعة من التوت الرائع اللي طعمه كتير زاكي. يلا معي على مطبخي. أهلا وسهلا فيكم. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا فيكم من مطبخي فتافيتو كيتشن. اليوم وصفتنا هي كيك. ليش كيك؟ لأنه إجتني كتير أسئلة واستفسارات إنه الكيك بفشل معنا، بدي أعمل كيك وأزينه بس ما بدي الكيك الصعب، هو ما بينفع مثلا إنه نعمل كيك عادي ونزينه. طيب أنا عندي لبن كتير بالتلاجة وبيصير طعمه حامض وبصراحة ما بحب أكبه، فما يعني ما في طريقة إنه أستفيد منه. طبعا كل هالأسئلة وأكثر من هيك عم بتجيني دايما باستمرار، إنه كيف أستعمل اللبن، كيف أستعمل الزبادي، كيف أستعمل الأشياء هاي. فحبيت إنه أجمع كل هالأسئلة بهالفيديو هذا، ورح نعمل اليوم كيك سهل وسريع واقتصادي كمان، وبنفس الوقت بينفع إنه نزينه، وكمان ما رح نكب اللبن اللي بيطول عنا بالتلاجة. اللبن لما بيطول بالتلاجة أو الزبادي أو اليوغرت أو الياورت، يعني له مسميات كتير، أو الروب، لما بيقعد بالتلاجة بيصير طعمه على حامض، هو ما بيخرب وما بيعفن، هو كل ما بيقعد أنزيماته يعني بتشتغل بزيادة، فبتصير هيك طعمته على حموضة، حموضته بتصير أعلى. فممكن نحن نستغل الحموضة هاي ونعمل فيها كيك. كيك الزبادي كتير زاكي وكتير طيب وكتير هش. فاليوم رح نعمل كيك سهل كتير بالزبادي أو باللبن، وكمان بنكهة الليمون، يعني ضربنا عصفورين بحجر واحد. كل لو تشوفوا كيف المقادير هاي، يعني هاي بس هدول المقادير، فيش اشي كتير بهالوصفة. فان شاء الله بنعمل اليوم الكيك وبيعجبكم. يلا نسمي بالله ونقول المقادير. أهلا وسهلا فيكم. بلزمني العمل كيك الزبادي بالليمون المقادير التالية. عندي هون 2 كوب طحين حلويات وممكن متعدد الاستعمالات، وعندي هون 3 ارباع الكوب سكر عادي، وعندي هون كوب زبدة، ممكن تستعملي كوب زيت بدل كوب الزبدة او تعملي نص زبدة ونص زيت، تمام؟ يمكن بس هاي الشغلة الوحيدة اللي يعني مش اقتصادية، زبدة، ولكن بتقدر تستبدليها بالزيت عادي، ولكن انا عندي زبدة فبحب انه استعمل الزبدة. عندي هون معلقتين صغار بيكنج باودر، وعندي هون ربع معلقة صغيرة بيكنج صودا ورشة ملح اقل من ربع معلقة، وعندي حبتين من البيض، وعندي معلقتين طعام كبار عصير ليمون، وعندي هون معلقتين كبار برش ليمون، بدي ازيح هيك لحتى تشوفوهم، هاي هون، وعندي هون كوب من اللبن الزبادي او الروب او اليوغرت او الياورت، يعني كل حدا مثل ما بيسمي. وطبعا انا استعملت الاكواب والمعالق المعيارية. فهلا ايش رح نعمل؟ هنقول بسم الله ونبلش في تطبيق الكيك تبعنا. طبعا ما ننسى ابدا انه في عندي هون عودين فانيلا او معلقة صغيرة فانيلا، واللي بتحب تستعمل نكهات الليمون والفراولة هذا يعني كما يحلو لك. هلأ بنبلش نجهز بالكيكة. ملاحظة كتير مهمة، لما الوصفة تقول لك زبدة دايبة، شايفين دايبة، كتير ناس بيحطوا الزبدة بيسخنوها على الميكروويف وشوي بيزيدوا عليها تشغيل الميكروويف، فاللي بيصير انها بتفصل المي عن الزبدة، وهذا غلط. هيك يعني ملمس الزبدة هذا هو اللي بندور عليه، انه الزبدة تكون طرية جدا
وما فصلت المي عنها. ليش؟ لحتى يطلع لي ملمس الكيك ناعم جدا وطعمه كتير طيب. اما لو حتستعملي زيت فما في اي مشكلة، الزيت ما يعني ما في اي مشكلة على الزيت، انا بيهمني الزبدة. اول شيء راح اخذ الزبدة واحطها بكونتينر الماكينة، ولو تلاحظوا الزبدة ما فصلت عن ميتها لانها دوبناها صح. بنضيف السكر، بنستعمل الويسك، بنخفق على اعلى سرعة لحتى نحصل على قوام هش ولونه فاتح وخفيف. بنضيف البيض حبة ورا حبة وبنخلط جيدا في كل خفقة. بنضيف الفانيلا، طبعا بتقدر تستعملي اي خفاق عندك لانه هذا كيك سهل، ممكن ببلندر الخلاط، ممكن بالهاند ميكسر، ممكن حتى باي يعني اي خفاق يدوي. ضروري جدا الخطوة هاي انه ناخد الحفاف بسباتولا لحتى نضمن انه كل شيء اندمج واختلط منيح. بنضيف اللبن ويفضل بحرارة الغرفة، وبنرجع نخلط جيدا لحتى كل المواد تتجانس مع بعضها. بنضيف عصير الليمون وبرش الليمون، المواد الجافة بنخربطها مع بعض وبننزل فيها على دفعات، وممكن نستعمل قطرات من نكهة الليمون لتعزيز الطعم والنكهة. بس تتقلب الكيكة بنوقف خلط وبنصبها بالصواني وبنخبزها. انا هون استعملت صواني ألمنيوم، افضل شي صراحة لخبز الكيك. دهنتهم زبدة وطحين، ويفضل انه ندهن زبدة وطحين ما تدهنوا بالزيت لانه بيعطي لون غامق للكيك. بصب الكيك بشكل متساوي بالصينيتين، وهاي الخطوة بتسهل كتير على الناس اللي بيستصعبوا قص الكيك انه يحصلوا على طبقات ارتفاع واحد وبكل سهولة. هلأ انت بتقدر تعمل الكيك كلياته بصينية واحدة بس رح تاخد منك وقت اطول. كمان في شغلة انه انت تتحكمي بسمك طبقة الكيك، كل ما حطيتيها بصواني مقاس اكبر كل ما يطلع لك سماكة الكيك اقل. انا هون استعملت 24 سنتي، وانت زي ما بدك، لك الخيار بالاخير. وهلأ رح نخبزهم. وبعد مرور 25 دقيقة بالفرن طلعنا الكيكات وشايفين كيف لونهم حلو. طبعا بتقدر تخبزيها كلها بصينية واحدة لو حبيتي تستعمليها ككيك صباحي ما في اي مشكلة، لكن نحنا قسمناها لحتى نقدر نزينها. انا راح ازينها مباشرة على صحن التقديم. انا استعملت هون كريمة بودرة، خفقتها بمي متلجة. راح احط لكم رابط كيكة الايس كريم لانه انا عملتها بنفس الطريقة. وعندي هون مجموعة من التوت، التوت البري الاسود والاحمر، راسبيري وريد كارنت وبلاك بيري، يعني مجموعة من التوت الموسمية. وزينت فيها وعملت وردات بسيطة. طبعا التزيين هذا ذوق شخصي. باخد الطبقة الثانية من الكيك وبضغطها منيح وبسنترها لحتى تلزق مع الطبقة السفلية. برجع بعمل وردات من الكريمة، يعني هذا تزيين بسيط بيقدر اي حدا يعمله. برجع بزين حسب الرغبة. وهيك خلصنا تزيين قالب الكيك تبعنا اللي بيشهي. يعني لو تشوفوا قدي روائح الليمون تبع الكيك مع الزينة، طبعا مع انواع التوت هاي كليتها هيك على حوامض كتير طيبة، يعني منسجمين مع بعض. الكيكة سهل كتير، بتقدر تقدموها بتزيين او بدون تزيين. نحن بس كان اليوم الهدف انه كيف نحول كيكة عادية لكيكة مزينة بنقدر انه نستعملها بمناسباتنا. فان شاء الله يا رب كل المناسبات تبعتكم مناسبات خير وسعادة وجمعة اهل واحباب واصحاب ان شاء الله. طبعا مو ضروري ابدا تستعملوا هالانواع من التوت، هذه يعني موسمية ومو دايما متوفرة، بس هي توفرت عندي اليوم فحبيت انه استغلها واستعملها بتزيين الكيك. اما انتو اي شيء، فراولة، اناناس، مانجا، اي نوع فواكه بتحبوها بتقدروا تستعملوا. انا استعملت كريمة بودرة الخامل دايما بستعملها، واستعملناها بالكيك اللي عملته قبل فترة ونزلته، ان شاء الله حنزلكم الرابط تبعه. انا استعملت هون كوبين كريم بودرة على كوب ونص ماء مثلج.
لانه انا بدي الكريمه تكون سميكه شوي حتى تتحمل طبقه الكيك اللي راح احطها عليها. فاستعملت كوبين كريمه بودره وكوب ونص ماء مثلج، واللي ضل يعني هدول بس اللي ضلوا، إشي بسيط بنقدر نستعمل في اي نوع فواكه تاني بتقدر تحتفظوا فيه بالثلاجه، بس جنب يعني الرف مباشره اللي تحت الفريزر حتى تضلها بارده، بتقعد معكم اسبوع، بعد الاسبوع خلاص بتكون يعني خلاص فقدت صلاحيتها. وهيك قالب الكيك اللي بشهي صار مزين عنا. طبعا التزيين والزينه حسب الرغبه، هذا اللي طلع معي، فان شاء الله يا ربي يعجبكم. بنهايه الحلقه بتمنى لكم كل الخير كل السعاده، اي شيء تطلبوه ابعتوا لي دائما، واين هيني يعني كل ما حدا بيطلب مني شغله عم بحاول انه اطبقها وانفذها لكم على القناه. لا تنسوني من سبسكرايب، ولا تنسوني من تفعيل زر الجرس لحتى يصلكم كل شيء جديد، ولا تنسوني من اللايك والشير. بنهايه الحلقه بتمنى لكم كل السعاده كل الخير، يعطيكم العافيه، صحتين ومليون عافيه، سلام.